أدى في ديك المنطقة. علاش؟ فقط يكون كتمويل. في آخر حلقة كنا تكلمنا على المشاكل اللي كاينين في المنظومة الدفاعية ديال المنتخب المغربي اللي كانوا بانوا في هذا الكندا، وكنا وقفنا في هذه اللقطة هذه اللي كيف قلنا على أن الهدف من وراء هذا التغيير هذا كامل هو أننا نضيق الفضاء على الخصم ونستخلص الكرة في هذه المنطقة هذه كما كتلاحظوا في هذا المشهد هذا. وهنا وصلنا لهذه اللقطة هذه وقلنا على أن هنا كتبان المشكلة ديال يوسف النصيري. غادي نكملوا بخصوص هذا المشهد هذا. إذا هنا يوسف النصيري المشكلة اللي عنده هو أنه لاعب اللي فاقد التوازن، عنده خصائص اللي هي إيجابية وعنده خصائص اللي هي سلبية. من بين هذه الخصائص اللي هي السلبية هو الضعف ديالو في ترويض ديال الكرة، خصوصا على أنه عنده خلل في التوازن، وكذلك حتى إذا ضايقت بدنيا فما يقدرش على أنه يكونترولي الكرة كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا، وهذا مشكلة كبيرة عند يوسف النصيري. وبما أنني تكلمت عليه في الجزء الأول فهنا غنعطي شوية الإيجابيات ديالو وعاد ديك الساعة نتقلوا للسلبيات. اولا يوسف النصيري لاعب اللي كيدعم اللعب العرضي. شنو هو اللعب العرضي؟ يعني دائما خصها تكون الكره في العرض، وهنا النصيري كيكون كافضل خيار. وهنا النصيري كيتميز بحسن التمركز، يعني الكره اللي كانت في العرض فهنا النصيري كيعرف انه يتمركز دائما ما كيقصد المنطقه العمياء على المدافع كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا، كيمشي يقصد ديك المنطقه اللي من اللون الاحمر اللي ما كيشوفهاش داك المدافع، من موراها دائما ما كيسبق داك المدافع بما انه كيكون مختفي على الانظار ديالو، فدائما النصيري كتكون عنده افضليه باش انه هو اللي يسبق لديك التمريره اللي غادي تجي من العرض. وهنا النصيري كيخدم هذه الخدمه هذه دائما مع المنتخب المغربي، يقدر يسجل مجموعه من الاهداف لا سواء مع اشبيليا ولا سواء انت مع المنتخب المغربي. حتى هذيك المشيه ديالو اللي كتجي من المنطقه العمياء لهنا فدائما ما كيجر مع المدافع من الخلف، وهذا الشيء اللي كيخلي واحد المساحه كما كنلاحظوا تما اللي يمكن اي لاعب يستغلها. وعنده كذلك الخاصيه ديال التعامل مع الرقابه، فنصيري اذا حطيتي مع اي مدافع فكيقدر على انه يتخلص منه ويتغلب عليه. مثلا هذه لقطه ضد كونغو الديمقراطيه، ذاك اللاعب عمل رقابه ليوسف النصيري، هذه كانت سهله بالنسبه للنصيري على انه يتمركز في المنطقه العمياء وديك الساعه يسبق الكره بالراس كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. كذلك هنا لقطه كانت تعرض للرقابه عن طريق ذاك اللاعب ولا ذاك المدافع ديال المنتخب ديال تنزانيا، وهنا كان التعامل ديال النصيري جيد ولكن اللمسه الاخيره هي اللي ما كانت جيده. هنا النصيري موه باش انه غادي يمشي في اتجاه ذاك السم الاسود كما كنلاحظوا تما، من موراها غادي ينتقل للجهه المعاكسه، وكيف كتلاحظوا على ان ذاك المدافع تسحب مع المسار الاول اللي كان غيمشي فيه النصيري. يعني النصيري وهمه بلي انه غينتقل في ذاك السام شويه هو غادي يرجع ويتخلص من الرقبه ديال ذاك المدافع، وهنا النصيري كيتحصل على الكره، ولكن الانهاء واللمسه الاخيره هي اللي ما كانتش مزيانه. فهاد النقطه هذه فراه كتحسب ليوسف النصيري ديال حسن التعامل مع الرقبه، وهذا هو اخر مشهد غادي نشوفه. هنا كنشوفوا على ان يوسف النصيري تعادل الرقبه، وهنا غادي يتباطا بالعاني باش انه يختفي على الانظار ديال ذاك المدافع، وبهذه الطريقه هذه كتشكل لواحد الافضليه باش انه يوصلنا التمريره العرضيه اللي غتكون عند اشرف حكيمي. ومن غير هذه الامور هذه كذلك المدرب كيستخدموا في الكره الثابته اللي كيكونوا علينا، مثلا هذه الكره اللي هي ثابته، شوف النصيري كيف غادي يتصدى لهذه الكره هذه، وكذلك هذه الكره العرضيه اللي غادي نشوفوها دابا، كره عرضيه مع المنتخب ديال تنزانيا، وهنا النصيري كتصدى ليه، وهادشي بحكم القامه الطويله ديالو وكذلك الجوده ديالو في الراسيات. هادشي كامل اللي عند النصيري راه نافع للفرقه ومزيان يكون عنده، ولكن راه عنده سلبيات. من بين السلبيات اللي عنده راه ذكرتها في البدايه ديال الفيديو على انه ما عندوش توازن، ولهذا ما قدرش على انه يكونترولي هاد الكره هادي. كذلك اذا تعرض لاي التحام ولا اي مضايقه بدنيه فما كيقدرش النصيري على انه يكونترولي ديك الكره فكيفقد التوازن. ولكن البديل ديالو اللي هو ايوب الكامل اللي غادي نقارنه بيوسف النصيري. بصراحة أيوب الكامل كيتفوق على النصيري في مجموعة من النقط، والنصيري راه عنده الخصائص ديالو، ولكن في هاد النقطة بالضبط ديال التوازن إلى آخره، النصيري الكامل كيتفوق عليه بزاف في هاد النقطة هادي، وقادر على أنه يوقف لك الكرة في أي مضايقة بدنية وفي أي التحام بدني وفي أي وضعية. هذه لقطة ضد المنتخب ديال تنزانيا، شوف الكامل هنا يوقف الكرة غادي يرجع الكرة بكل هدوء للاعب اللي هو أمين عدلي، ومن موراها ديك الساعة أيوب الكامل غادي يدور وغادي يمشي للمربع العمليات. لقطة واحدة أخرى هنا من جديد شوف على مضايقة بدنية، ومع ذلك أيوب الكامل هو اللي غادي يربح هاد الكرة هادي كما كنلاحظو هنايا، وغادي يرجع الكرة للاعب الآخر، ومن موراها غادي ينطلق للهجوم كما كنشوفو هنايا. هو وصل الكرة هنا انطلق للهجوم، عطى الدعم كما كنلاحظو هنايا، وهنا عز الدين أنح الوقت اللي خصو يمرر لأيوب الكامل اللي عطيه الدعم، ما عطاش الكرة وقام بتسديده في حالة هادي راه ضد جنوب أفريقيا حتى وصلوا لديك اللقطة ونتكلمو عليها. هادي كذلك ضد كونغو الديمقراطية، أول حاجة عند الكامل كيعرف على أنه فين غادي تطيح الكرة بالضبط، كيعرف على أنه فين غيتم الإسقاط ديال الكرة، لهذا دائما ما كيتفوق الكامل في هاد الكرات هادو. مضايقة بدنية مع دمبيمبا، وكذلك كيقدر أنه يوقف الكرة لأمين حارس، وموراها كيعطي الدعم وخط اخر في الوصول ديالو، وهذه الكره ما استفدناش منها، ولكن الفكره راه واضحه. اما يوسف النصيري فضعيف باش انه يتوقع الكره فين غادي تطيح بالضبط، لهذا اغلب الكرات كيمشي لهم بالراس وكنفقدوهم. هذه القضيه ديال اللي غادي نقول عندها علاقه بالدفاع، ولكن ملي تكلمنا على النصيري والكابي فغادي نتطرق ليها. الكابي كنفضل على انه يضغط على النصيري، النصيري الضغط ديالو ماشي بحال ايوب الكابي. هذه لقطه ضد المنتخب زامبيا فاش كنا لعبنا بايوب الكابي، ايوب الكابي غادي يضغط على حامل الكره،
الكافي لاعب اللي ذكي، ملي كيضغط دائما كيلقطك الزاويه اللي غتمشي فيها لابال، كيحاول انه يقتل الزاويه اللي الكره غادي تمشي فيها، لهذا غالبا الكره كتضرب في اي مكان ملي كيضغط. وهنا نجيبوا مشهد ونقارنوا في الضغط ديال الكافي مع الضغط ديال يوسف المصري. ولا ما نضيعوا الوقت في هذه القضيه هذه، راه يمكن لكم لانكم ترجعوا لمجموعه من المباريات وغتلاحظوا فيها هذه النقطه هذه. اذا نساليوا هذا الملف هذا ورجعوا ليوسف المصري اللي كيلعب هو وليد الركراكي. فكيف قلنا على ان المصري هو مهاجم اللي كيدعم اللاعب العرضي، وحنا واش كنلعبوا اللاعب العرضي ولا شنو كنلعبوا؟ هنا غيبان لكم المشكل فين كاين كامل بالاساس. حنا في هذه المثلثات هذو اللي اكثر حاجه كنهاجموا منها، تقدر ينتج لينا كره تمشي في العرض، وكذلك تقدر تنتج لينا كره اللي تمشي في العمق. مثلا هنا عندنا حكيمي وزياش وكذلك اوناهي. حكيمي غادي يخوي لينا ديك المساحه ديال العمق، غادي ياخذ لينا ديك اللاعب ديال الضوء الازرق. هنا زياش اللي افضل ممرر عندنا في الفرقه، غادي يعطي الكره توجه اوناهي. ولكن هنا ملي وصلنا للعمق ديال الملعب، راه على التسعود ديالنا راه هو اللي خصو يعطي الدم لاوناهي. لاحظوا معايا في مسمركز ليه، يعني هنا النصيري كيطبق داكشي ديال اللاعب العرضي، وهنا خصو يكون وراء هذا المدافع هذا باش يعطي الدعم لاوناهي، واوناهي دخل ليه الكره. ولكن النتيجه ديال هادشي كامل هو ان اوناهي ما يلقاش الحل، وغادي ياخذوا له الكره كما كنلاحظوناه. وباش نكونوا صريحين، راه ماشي يوسف النصيري الملام على هذه القضيه هذه، ولا يلام النصيري على هذه النقطه هذه، لان هذاك الاسلوب ديالو اللي يلام هو اللي كيوضع هذه الاختيارات هذو كاملين. المهم غادي نكملوا وغادي نجيكم شنو دار وليد الركراكي وشنو الحل اللي عطانو وكيفاش ما نجحناش فيه. هذه لقطه فاش الكره وصلت لاشرف حكيمي ودخل بها للعمق ديال الملعب. هنا عندنا امين عدلي طايح اورجو كما كنشوفوا هنايا، ولهذا اشرف حكيمي ما كانش عطى الكره. وفي هذه الحاله هذه التمركز ديال النصيري سليم، لان هنا عندنا نسبيا عندنا امين عدلي ولا عطى الدعم. ولكن هنا بما ان امين عدلي تسلل، فانا حكيمي مشى في الاتجاه ديال النصيري، وهنا النصيري ما عطاش الدعم نهائيا، فبالتالي دعنا في هذه الكره هذه. انا غنشرح لكم علاش يوسف النصيري هنا كان التصرف ديالو سليم في الاول قبل ما يمشي في الاتجاه ديالو حكيمي. هنا هذه لقطه ضد منتخب ديال زامبيا، هنا عندنا الصيباري عاطي الدعم وعندنا كذلك ايوب الكعبي. فانا ملي الصيباري عاطي الدعم ما يمكنش، لان ايوب الكعبي حتى هو عاطي الدعم جوج ديال المرات، فانا الصيباري عاطي الدعم ايوب الكعبي خصو يبقى له. ولكن هنا بوفال عنده الكره كما كنلاحظوا هنايا، هنا الكعبي شوف فين تمركز، خلى هذيك المنطقه اللي كيتمركز فيها يوسف النصيري دائما، وجن هذه المنطقه هذه باش ان بوفال يدخل ليه الكره، لانه ما كيشوفش باللي ان الشيبي عاطي الدعم كما كنلاحظوا هنايا. فهنا الكعبي التصرف ديالو كان سليم. ملي الكره مشات عند الشيبي، فانا الكعبي شوف فين فتح، مشى لديك المنطقه كما كنلاحظوا تما، وبدا كيتسنى التمريره مع عند الشيبي كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. واذا رجعنا لديك اللقطه ديال يوسف النصيري، فالنصيري كان داير نفس الخدمه، غير هو فاش حكيمي مشى في الاتجاه ديال يوسف النصيري وكيتسنى النصيري انه يعطي الدعم، لان عدلي كانت اورجو. فهنا النصيري كيطبق اللاعب ديال العرضي في وسط هاد الكرات هادو اللي كيكونوا في وسط العمق وكيضيعنا فيهم. وهنا نجيبوا لقطه بحال اللي كنا شفنا ديال الكعبي، اللقطه اللي هنا كنشوفها لان تيسو ديالي عاطي الدعم وما كيشوفش باللي ان اشرف حكيمي حتى هو عاطي الدعم في الظهر ديال داك اللاعب ديال زامبيا. بالتالي شنو طاطنا هاد الحاله هادي؟ الكره وصلت عند اشرف حكيمي، وهنا تيسو ديالي كان خصو يقلب للجهه الاخرى، ولكن هذا مشكل ديال الانسجام، لان ما خدمناش بلون بي بلون سي الى اخره. فاحنا كنا كنلعبوا دائما بيوسف النصيري وما اعتمدناش على مهاجمين اخرين وعطيناهم فرصه باش في هذه الحاله هذه يعرفوا يتصرفوا لك مزيان. فانا تيسو ديالي ما عرفش لانه يتصرف. وقبل ما نشوفوا الحل اللي كان عطانا وليد الركراكي في هذا الكره، غادي نشوفوا اخر لقطه اللي كان ضد منتخب ديال زامبيا، ونشوفوا التصرف ديال الكعبي كذلك باش اننا نزيدوا ناكدوا بلي ان الكعبي كيتفوق على النصيري في هذه النقطه هذه، ولا ماشي كيتفوق، هذا هو الاسلوب ديال ايوب الكعبي. هنا وناحي ثنائيه مع الصيباري، وناحي دخل بالكره للعمق ديال الملعب، وهنا الكعبي كان عاطي الحل. هنا اختار على انه يعطي الكره لبوفال، وبوفال سدد من هذه المنطقه هذه، الكره كانت خارج منطقه العمليات. هذه القضيه ديال اوناحي والكعبي، وما عرفتش واش الانسجام ولا واش ما لعبوش ماتشات مع بعضهم بزاف، لان اثرت هذه القضيه دي بزاف. شحال من كره كيكون ايوب الكعبي عاطي الحل وما كيطلقلاش الكره. من بعد ما فهمنا على ان المشكله ديال يوسف النصيري على انه كيطبق اللاعب العرضي في وسط الكرات اللي يكونوا في العمق ديال الملعب، هنا وليد الركراكي في الماتش الثاني كان عطانا حل، وكان حل اللي هو واعر. ولكن هنا غنعرفوا السبب ديال ان الحل ما نجحش معنا ضد جنوب افريقيا الى اخره. الحل شنو هو؟ الحل انه ملي تكون الكره في المثلث اللي يكون في الجهه اليمنى، بوفال هو اللي انتقل من الجهه اليسرى لهذ الجهه هذه باش يولي عاطي الدعم هنا، والنصيري بقى لها كما كتلاحظوا تما، يعني النصيري طبق اللاعب العرضي تما باش تالا كانت شي كره ثانيه يربحها النصيري. كانت كفكره رائعه، وشفنا هادشي ضد المنتخب ديال كوكو الديمقراطي، دائما بوفال هو اللي كيعطي الدعم والنصيري كيبقى كيتسنى ديك الكره اللي غتكون عرضيه كما كنلاحظوا هنايا. وهذا حل بين على ان وليد الركراكي وصطاف انتبهوا لهذ القضيه هذه. لاحظوا معايا هنا، بوفال هو اللي عاطي الدعم، وناحي شاد الكره في العمق ديال الملعب، النصيري كاين في الوسط، وهو اللي كيف قلنا هو اللي غيكون كيتسنى الكره العرضيه اللي تلعبات شي كره عرضيه الى اخره، ولا تلعبات الكره عند بوفال فغيكون عاطي الدعم داخل مربع العمليات.
كان الحل اللي هو واعر باش نكونوا واقعيين. بوفال انا عاطي الدعم وهنا الاحب غير العام مبدا ثنائيه كما كنلاحظونايا، وبقات الاستمرار على هذا النهج هذا. وخا الكبير لاعب اللي كيعطي الدعم، ولكن بوفال كيف كتلاحظونايا هو اللي عاطي الدعم، هو اللي غيصاغ لديك المساحه كيف كنشوفونايا. وهذه لقطه واحده اخرى، هنا الكبير عاطي الدعم، هنا اوناحي غتوصلوا الكره كما كنشوفونايا في العمق ديال الملعب، وهنا الكبير طاد الدعم، ولكن هنا اوناحي غادي يرجع الكره لحكيم زياش، وحكيمي غادي يدوب لي مردوك ثلاثة ديال اللاعبين، وزياش غادي يمرر الكره لحكيمي. وزياش افضل ممرر عندنا في الفرقه خصوصا في المرحله ديال الهجوم، وهنا بوفال كيعطي الدعم. فهاد القضيه هذه كانت مزيانه، وكانت مزيانه ان الصطافي انتبه لهاد المشكله هذه. ولكن المشكله وطرات في الماتش القادم اللي كان ضد منتخب ديال جنوب افريقيا، يعني الماتش اللي كان مورد زامبيا. علاش؟ لانه بوفال ماشي هو اللي لعب عبد الصمد الزلزولي. واش نفس التعليمات كانت معطيه الزلزولي؟ لا. لهذا شفنا في هاد اللقطه هذه اللي هنا ولحي كان لازم عليه لانه يسدد، فيما ان النصيري ما كانش عاطي لها دعم لا حتى شي حاجه، وكيطبق المشكله ديال اللاعب العرضي. وهنا كنضيعوا في هذه الكره هذه. شوف هنا ولحي فين عطى الباس، عطى الباس في ديك المنطقه. يعني تصور انت خليتي الوسط ديال الملعب ولا خليتي المنطقه الذهبيه وكتنتقل للمنطقه الاخرى، فراه بهاد المشاكل فراه ما يمكنش انك تماركيو. فما تسالوش علاش ما كناش كنماركيو. وخدموها كذلك حتى في اللاعب العرضي. مثلا هذه الكره انا حكيمي غادي يدوب لي على اشرف، على حكيم زياش. حكيم زياش غادي يلعب العرضيه، يوسف النصيري كيكون مزيان في هاد الكرات هادو، ولكن هنا بوفال عاطي الدعم في ديك المنطقه. علاش؟ فقط يكون كتمويل الحارس. شوفوا معايا هنا زياش غادي يعطي العرضيه، بوفال عاطي الدعم، وهنا زياش غادي يلعب ديك الكره في الدوزيام بوطو، ولكن هنا بوفال بغا يمو عليها. وشحال من كره مركز زياش مع المنتخب المغربي بهاد الطريقه هادي. فهنا الفكره كانت واضحه، ولكن للاسف ما قدرناش على اننا نماركيو بهاد الفرص هادو، وكذلك حتى الغيابات الى اخره. فبما انني تكلمت على بوفال اجي ندوز واحد المشكله ديال سفيان بوفال بانت في الماتش ديال زامبيا. هنا عطي طلع دوبل عليه وخوالي عفوا ديك المساحه ديال العمق ديال الملعب. اذا هنا عنده ديك المساحه باش انه يدخل فيها ويلعب كره دوزيام بوطو، ولا يسونطري كره، ولا يلعب الكره شي لعاب. شنو دار بوفال؟ بدا كيعجن فيها تما والكره ضاعت لينا. فانا حتى بوفال ما كتصلحش مع ان هاد الثنائيات مع اللاعبين ديال ان اللاعب يدوبل عليه الى اخره، ماشي بحال حكيم زياش ملي كيدوبل على حكيمي فكتكون واضحه لانه غيلعب الكره على الدوزيام بوطو، وكنكونوا قويين في هاد النقطه هادي. وهاد المشكله راه كاينه حتى في الجهه اليسرى. الجهه اليسرى اللي كتعتمد على المهاره الفرديه بزاف، من غير المهاره الفرديه ديال بوفال بل حتى المهاره الفرديه ديال الخط الوسط اللي هو سليم املاح اللي كيلعب في ديك الجهه. هل الجهه هذه اللي ما فيهاش استقرار دائما ما كتشهد واحد التغيرات؟ لهذا ما ضروري خصك حل فردي باش انك تخرج بالكره. بحال مثلا هنا سليم املاح اللي قام بواحد المجهود فردي باش خرجنا بالكره من اليسار لليمين، ولهذا سليم املاح ملي كيبغى يقوم بواحد المجهود فردي احيانا كدعي على الكرات وكنقولوا لان املاح ضعيف، بل الجهه اليسرى كامله راه هي ضعيفه. هنا مثلا املاح خصو ضروري ما يقوم بواحد المجهود فردي، وهنا مع انه ثقيل الى اخره فانا ضاعت ليه الكره، وهنا مشاو علينا بواحد الكونتر اتاك. والحل ديال القضيه هذه ساهل، هنا الكونتر اتاك بعدا راه خلصوا لينا السيت كما كنشوفوا هنا، ضروري ما كان يخرج. هنا الحل ديال القضيه هذه راه ساهل، هو انه كتقلب دائما اللاعبين ديال الخط الوسط. مثلا عندك اوناحي واملاح، الوقت اللي تكون الجهه اليسرى اللي فيها الكره دائما اوناحي كتغيروا مع املاح، يعني اوناحي هو اللي كيمشي يخرج معهم الكره، واملاح كيجي للجهه اليمنى، ولا يكون كينتقل لك اوناحي من الجهه للجهه، وهذه القضيه راه كيديرها اوناحي. ولكن مع الاستمراريه في الثلاثي اللي كان ما بين الشيبي وكذلك املاح بوفال، شهدنا واحد التطور في الجهه اليسرى خصوصا في المباراه الثانيه. كيف كنلاحظوا هنا املاح دوبل مردوك ثلاثه ديال اللاعبين، استقبل الكره تما، استقبل الكره في ديك المنطقه، وهنا رجع الكره لسفيان بوفال. واخا هنا احتاج شويه المهاره الفرديه لان هذه الجهه هذه شويه عندنا ضعيفه، ولكن هنا اول مره الكره كتبدا من واحد المثلث وكتنتقل، يعني من ديك المثلث ديال الجهه اليسرى للجهه اليمنى. هنا الكره مشات عند حكيم زياش كيف كنلاحظوا هنايا. هنا دوبل على اشرف حكيمي خوال المساحه، حكيم زياش دخل، كان عندنا يوسف النصيري كيعتمد على اللاعب العرضي، هنا زياش قام بالتسديد. فانا كنشوفوا على انه مع الاستمراريه ديال واحد ثلاثه ديال الاسماء ببعضهم من الماتش الاول للماتش الثاني فراه وقع تطور. يعني الماتش الاول كان لعب عندنا نفس الاسماء الشيبي واملاح وكذلك بوفان، وقع تطور في الماتش الثاني. راه حتى حنا ضد جنوب افريقيا في الجهه اليمنى راه تاثرنا فاش غاب حكيم زياش، كان عندنا المثلث كيتشكل ما بين حكيمي وناحي وعدلي، وهذا كان مشكل كبير. عدلي اسلوب مختلف تماما على حكيم زياش، ودائما ما كيعطيك الحل. هنا غادي ينقل الكره للجهه اليسرى وغادي يعطي الحل لذاك اللاعب اللي عطاه الباس، غادي ينتقل من الجهه للجهه. شوفوا معايا، لاحظوا معايا، وهنا عطى الحل. لقطه واحده اخرى من جديد في نفس المباراه ضد منتخب زامبيا، هنا من جديد عطي الحل. وهاد القضيه ديال انه ماشي اسلوب ديال زياش، فهاد القضيه اثرت بزاف. هنا دائما كيعطي الحل لقلوب الدفاع اللي كانوا كيخرجوا الكره عن طريق استغلال المساحه اللي كاين ما بين قلب الدفاع وقلب الهجوم. ولكن شنو هو السبب اللي ما خلاناش نستغلوا هاد القضيه اللي كان كيعطينا عدلي؟ هو ان حكيم زياش اللي كنا كنلعبوا به بزاف ديال المباريات فما كانش عنده نفس المعايير ديال عدلي. فانا الاختلاف اللي وقع ما بين اسلوبين ديال اللاعبين فما خلاش قلوب الدفاع على انهم يكونوا منسجمين على هذه القضيه هذه، لان عدلي هو اللي كان كيعطي الحل وزياش هو اللي كان كيصنع ديك التمريره باش تمشي عند الحل. وهذا الاختلاف هذا هو اللي ما خلاناش اننا نستغلوا قدرات ديال عدلي بلا ما نتكلموا على الانهاء ديالو كيف كان.
هنا مثلا مع طاولاش الكره فتح حول هجوم سريع وضعنا في المحاوله هذه ورجعت الكره الى الخلف، وهذا لقطه واحده اخرى من جديد الكره جات عند غانم سعيد بلمسه واحده كان يقدر على انه يخلق لنا واحد التفوق عددي، ولكن حافظ على الكره وخذوا لنا الكره في هذه المنطقه هذه كما كنلاحظوا هنايا. فهنا شفنا على ان هذا الاختلاف هذا اثر، والسبب ديالو هو انه ما كناش كنعتمدوا على طرق اخرى ولا على بلون ا او بلون بي الى اخره، وذكرت هذا الشيء سابقا في الفيديو. كذلك مشكله ديال الاجنحه ديالنا في عدم الاستغلال ديال المنطقه الذهبيه، حارس في المنطقه ديال الاسيست وهنا عدلي عندنا في المنطقه الذهبيه ما عطاش الباس كما كنشوفوا هنايا، وضعنا في هذه الكره هذه اللي كانت في الدقيقه 90 كان بالامكان التمرير هنا وغيكون افضل. هنا حارس حنا عينو وزاد بالكره وضعنا في هذه الكره في هذه المحاوله هذه. لقطه واحده اخرى وكاين بزاف، كذلك حتى الزلزولي كيعاني منها كره عنده هنا كما كنشوفوا هنا الخنوس معمر المنطقه الذهبيه عوض التسديد من منطقه مقتوله وزاويه اللي صعيبه، كان بالامكان التمرير للخنوس اللي كان فوضى افضل. لقطه واحده اخرى ديال الزلزولي اللي ما كيعليش عينو وما كنستغلوش هذه المنطقه الذهبيه بساتا، نفس الامور كتعاود بغى يسدد من زاويه اللي هي تكون صعيبه، والافضل هو انها تكون تمريره في المنطقه الذهبيه وكيف جاتها كيف كتسدد لانك تكون افضل وضعيه للتسديد. كذلك لقطه واحده اخرى ديال الزلزولي ضد جنوب افريقيا، حارس معمر المنطقه الذهبيه طلب ليه البال فيها كما كنلاحظوا، قام بالعرضيه ولكن كان من الافضل انك تمرر في هذه المنطقه هذه، وكيف كتجي الكره للاعب كيقوم بالتسديد ديالو كتكون افضل. افضل لاعب اللي كيستغل المنطقه الذهبيه هو حكيم زياج، واخا حلا عينو ولكن دائما كيدخل الكره لهاد المنطقه هذه، والغياب ديالو هو اللي اثر بصراحه قطعه كبيره في المنتخب المغربي. وحكيم زياج عطى الكره الامين عدلي كيف كنلاحظوا، لقطه واحده اخرى عاوتاني دخل الكره في المنطقه الذهبيه عفوا توجه سليم املاح اللي كان نسبيا غائب في هذا الكندي، كذلك لقطه واحده اخرى دخل الكره في المنطقه الذهبيه توجه على ما اعتقد عز الدين اوناحي، وهنا اوناحي عنده مشكله ديال التسديده من اللمسه الاولى، كاين لاعب كتوصلوا الكره بلا ما يعمل كونترول كيقوم بالتسديد، ولكن هنا اوناحي كيعاني من المشكله. هنا بوفال مثلا عطى الكره في المنطقه الذهبيه توجه عز الدين اوناحي، كيف كتجي كيف كتسدد خصوصا ان الحارس كيكون واقف في زاويه وحده وتقدر انك تسدد في الزاويه البعيده لا ما يقدرش انه يشدها واخا يكون هو سبايدر مان، ولكن مع الاسف هنا اوناحي تعطل في التسديد، ولكن حتى هو كذلك كيستغل المنطقه الذهبيه وكيعطي فيها الباس كما كنلاحظوا هنا يعطل الصبري، شفت التسديده من اللمسه الاولى الصبري بلا ما يعطلها جات وصافي سددها ضربت في الدفاع، تقدر تماركا تقدر تضرب في الدفاع انت وظهرك، ولكن على الاقل كتكون عملت اللي عليك وكتكون خلقتي محاوله. فالاخوان وقفوا الفيديو ديالنا في هذه الدقيقه هذه اللي هي الدقيقه 17، الفيديو القادم غادي نشوفوا فيه بعض الامور اللي هي خاصه كذلك بالمنتخب المغربي اللي كانوا في هذا الكندي. نتلاقاو في الفيديو القادم، الى اللقاء.